بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، واللي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين مستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا. اليوم بتكلم عن بعض الأشياء في صحة النوم، وقلنا وكررنا في حلقاتنا الماضية أن يجب أن تهتم بنومك، والنوم من الركائز والقواعد الأساسية للصحة، لا يقل أهمية لصحة الجسم عن الرياضة والغذاء والصحة النفسية. وأن أنصحك يعني أنك تنام كل يوم النوم الهنية اللي تقول الله يزين النوم اللي نمتها. ونفس ما قلنا ووضحنا وكررنا أنه لا تحتاج إلى 8 ساعات يوميا، هذا رقم يختلف بيني وبينك حسب أسباب جينية وجيناتي، تحتاج أنت 6 أنا 7 هو 8. وأن النوم يجب أن يكون بالفترة المسائية عشان هرمون الميلاتونين وتناغمه وصحة الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا الليل سباتا. تكلمنا أيضا في حلقات ماضية مراجعة بسيطة عن القيلولة، ماكو مشكلة بالقيلولة النهارية بس لا تطول فيها. فصحة النوم مهمة جدا. الحين بتكلم عن شنو الظروف المثلى للنوم، أو شنو الأجواء المثالية للنوم، خاصة عن بعض الناس اللي عندهم أرق مشاكل بالنوم. يمكن من أهم النصائح اللي يعني نقولها بالنوم، قبل النوم لا تشغل نفسك بوايد أجهزة ذكية وايد لوية، وإنما خل أجواء على قولتهم استرخاء للنوم، خاصة الأجهزة الذكية لأنها تفرز شيء اسمه بلو لايت أو الضوء الأزرق، وهذا يؤثر سبحان الله من عيوننا تشوفنا، يسوي شت داون أو غلق لإفراز الميلاتونين. فقبل النوم قبل ساعة واخر الأجهزة الذكية، أو وإن كان ولا بد حط الجهاز على نايت مود أو وضع النوم أو الليل، لأن هذا راح يحجب أو يقلل الإضاءة أو السطوع، فبالتالي لا يؤثر على موضوع الميلاتونين. شيء ثاني بالليل خفف الليتات، يعني ما ينفع قبل النوم تنبطل كل الليتات، وإنما خفف الليتات على قولة الأجانب dim the light، خلي إضاءة بسيطة جدا، وخر عن الإضاءة أيضا البيضاء، خليك على الصفراء الخفيفة، لأن الإضاءة البيضاء خاصة الساطعة تؤثر على النوم وتؤثر على هرمون الميلاتونين، فخلي إضاءة بسيطة جدا. نجي الحين إلى شنو درجة الحرارة المناسبة للنوم. وبعض الناس أنا أدري تصير فيها خلافات ومعارك، يعني بعض الناس ما شاء الله يحبون البرد، قصر التكييف بطل التكييف، تلقى الأب والأم ما يحبون البرد يرفعون التكييف، العيال الصبح ينزلونه. فمن ناحية الصحية والطبية شنو الحرارة المناسبة للنوم؟ الدراسات التي تناولت موضوع حرارة النوم تقريبا أكثرها أشارت إلى أنه درجات الحرارة المنخفضة نسبيا هي الأفضل للجسم، يعني هي اللي تخليك تنام وتدش بالنومة بسرعة، ويعني تقعد يعني مرتاح في نومتك وما يتقطع نومتك. فالحد درجات الحرارة نسميها الدنيا. شنو الدنيا؟ احنا ما نقول فريزر، وإنما نقول إذا نتكلم عن درجة حرارة من ناحية السيليزية، يمكن من أفضل درجات الحرارة علميا هي 20 و21 درجة سيليزية. فإذا أنت مناسب لك احرص انك يعني تضبط درجة الحرارة او التكييف على هذه الدرجة. بعض الناس يحبون ينامون بالدفة، هل في مشكلة؟ يعتمد، اذا كان الدفة معقول، يعني اذا كانت يحبون ينامون 22 23، نسميه خيار شخصي، ماكو مشكلة تنام فيه. لكن بعض الناس اللي حرارة الغرفة ترتفع على 25 26، او بعض الناس 27، سكون التكييف ايضا يعني في اجواء قد تكون حارة، هني صحيا يصير مو زين. ليش؟ لأن الجسم لما الحرارة ترتفع راح يحاول يكيف نفسه، راح يحاول يعرق، يعني يسوي آليات تخفيض الحرارة، فيصير نوع من الإجهاد الحراري. فإذا أنت تقوم من النوم مقصر التكييف وكلك عرق، هذه إشارة أن أنت قاعد تنام في درجات حرارة غير مناسبة. خلنا نأخذ فاصل قصير ونكمل في هذا الموضوع. رجعنا لكم بعد الفاصل، والحديث متواصل حول صحة النوم، هذا شيء مهم جدا لصحتنا. فكنا قاعد نتكلم عن درجات الحرارة المناسبة للنوم، ووضحنا أن درجات الحرارة اللي هي المنخفضة نسبيا 20 أو 21 هي أفضل درجات حرارة النوم، وأن العلم يقول حتى إذا تحب تنام شوية دفة احرص أن تضبطها على 22 23، ولا تروح على درجات الحرارة
العالية، لأن هذه ممكن أن يسبب إجهاد حراري وتعري. فهذه إشارة مهمة جدا، إذا قاعد تقوم من النوم معرق هذه إشارة إذا أنت قاعد تنام في مكان غير مناسب. طبعا في عبارة دائما تقال عندما يعني يتعلق الموضوع بصحة النوم، يعني يقال طبيا sleep like a bat، أو نام نفس الوطواط أو نفس الخفاش. الخفاش وين ينام؟ ينام بغرفة يعني باردة ظلمة وهادية. طبعا تكلمنا عن ان تكون الغرفة يعني باردة، قلنا حرارة مناسبة، طبعا ظلمة مهمة جدا عشان موضوع الميلاتونين، وايضا هادية. بعض الناس يعني ما شاء الله عليهم ممكن ينامون مع الازعاج، لكن بعض الناس اذا شيء قعده من النوم ما ينام، وهذا يقطع يعني سلسلة النوم او يقطع مراحل النوم، خاصة مرحلة النوم العميق ما يقدر يدش فيها من جديد. لذلك احرص ان انت تنام او يعني تحط العازل او يعني تهيئ مكان النوم انه يكون هادئ يعني جدا عشان موضوع الازعاج لا يقطع نومك. بعض الناس واللي عندهم يسمى لايت سليب او النوم الخفيف، قد ينفع لهم شيء يسمى الوايت نويز او الضوضاء البيضاء. شنو هذه؟ اللي منكم الجيل القديم يذكرون موضوع المكيف في الشباك اللي كنا نسويه، واسال اي احد نام على مكيف الشباك راح يقول لك احلى نومه نمتها هي مكيف الشباك. ليش؟ ان هذا المكيف يعطيك، يخلي مخك يركز في هذا الصوت المتواصل، فبالتالي يسوي عزل لاي ممكن ازعاج او شيء يصير. حتى طبعا اكثر الناس ما عندهم مكيف، عندهم تكييف المركزي اللي يعتبر هادئ جدا. عند هؤلاء الناس الوايت نويز يطلع من اليوتيوب او في جهاز يعطيه صوت كذي بسيط يعزل. هذا انصحه حق الناس اللي وايد نومهم خفيف وشيء، ممكن يبحث عن موضوع الوايت نويز. ايضا اذا بنكمل صحة النوم، ننصح الجميع انهم يخلون قبل موعد النوم مشروبات الكافيين، شاي وقهوه، هذه يوخرون عنها على الاقل 4 أو 5 ساعات، لان القهوه او الكافيين ممكن ان يعطي موضوع يعني موضوع تنبيه ويسبب لك ارق. الشيء الاخير انه اذا لا سمح الله عندك مشكله بالنوم، مو قادر تدش بالنوم، فروح عند الطبيب. يعني اكثر الناس ممكن يعني نشوف شنو عندهم مشكله النوم. ممكن مشكله النوم تكون مشكله عضويه نفسيه متعلقه في نقص بعض الهرمونات بالجسم او عدم توازن الجسم، فايضا الطبيب ممكن ان يساعدك في موضوع النوم. فخلاصه موضوع النوم، يجب ان تهتم بصحه النوم رقم 1. رقم 2، يجب عليك ان تهيئ الظروف المناسبه للنوم، غرفه ظلمه هاديه ما فيها ازعاج، وتكون ايضا مائله للبروده. وايضا قلنا ان بعض الناس اللي نومهم وايد خفيف ممكن ان يستعمل هذا الشيء اللي قلناه اللي نسميه وايت نويز او الضوضاء البيضاء حتى يعزل هذا الازعاج. واخيرا المنبهات الكافيين قبل النوم توخر عنها، ويمكن اي احد عنده مشكله بالنوم لا يروح حق هناك بعض الاشياء او الادويه التي تباع كالنوم، يعني بعضها ممكن تسبب ادمان. فنقول اللي عنده مشكله يروح حق الطبيب، والطبيب راح يساعده في اي من مشاكل النوم او مشاكل الارق، لان احيانا فعلا تكون مشاكل النوم انعكاس لمشكله عضويه اخرى بالجسم. فخلاصه حلقه اليوم، اهتم بصحه نومك، لان صحه نومك مهمه جدا جدا لصحتك بصوره عامه. وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم رسائل صحيه، ان شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا وشجعتكم على الاهتمام بصحه نومكم افضل. على امل اللقاء معكم غدا في نفس هذا الموعد وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. أشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.